عسلامة سيدتي. مرحبا. نفتح الكاميرا، سوف نبدأ العمل. سمر، نفتح الكاميرا، سوف نبدأ العمل. نأخذ الألواح. نستمع. الوضعية الأولى تقول: 3 سنتي آر كم يساوي آر؟ ثلاثة سنتي آر كم يساوي آر؟ نرفع الألواح. ارفع اللوح يا عزيز. البقية، كاميرا مفتوحة. البقية إياد وعبد الرحمن. لم أراها جيدا يا عزيز. أها، ثم البقية إياد وعبد الرحمن. ثلاثة سنتي آر كم يساوي آر؟ ريان سيدتي. انتظرني يا ريان. أي بسرعة، عبد الرحمن وإياد نرفع اللوح. سيدتي عبد الرحمن جاوب. ارفع اللوح. إياد ارفع اللوح جيدا، ارفعها فوق، لم أراها جيدا، لم تكتب. به، نستمع. إذا نستمع هنا. كيف يطور هكا نعمل غلطة كما هذه؟ إذا نحن لدينا يا ريان سنتي آر مقسم إلى أحاد وعشرات، ثم لدينا الآر أيضا. إذا الثلاثة أين سأضعها؟ الأحاد متاع أحاد الفنتيار. سيدتي أني أخطأت. إذا 0.03، ولقد تعرضنا لهذا من قبل وقلت أنني سوف عندما أنتقل من السنتي آر إلى الآر أقسم على 100. إذا 3 على 100، 3 قسمة 100 يساوي 0.03، 0.03. انتبه جيدا هنا، إنها سهلة جدا. به،
نستمع لوضعية أخرى. الوضعية الأخرى تقول: خمسة بالمئة، خمسة بالمئة من عشرون. جدتي خمسة بالمئة فاصل جدتي، هل يمكنك إعادة؟ سيدتي خمسة بالمئة من عشرون. سرتي نكتبوا كان النتيجة ولا نعملوا العملية سرتي؟ النتيجة بطبيعة الحال. نرفع الألواح. نرفع اللو. ارفع البقية. من أين أتيتم بأربعة ومئة؟ ارفع البقية اللوح. إياد، كيف تحصلت على النتيجة؟ نستمع. 20 ضرب 5 قسمة 100. واحد. إنها واحد واحد. إنها و... إنها لا يعقل. إنها 20 ضرب 5 قسمة. اسمع. الذي كتب 400. الذي كتب 400. أنا سوف آخذ 5% من 20. أيعقل أن تأتي 400؟ أنا سوف آخذ واحد. سوف آخذ 500. 5% من 20. اتفقنا؟ إذا كانت هنا، إذا كانت 100، إذا كانت 100% تمثل 20، 5 كم تساوي؟ إذا 5 ضرب 20 قسمة 100 يساوي 1. نمر إلى الوضعية المولية مع الوضعية الموالية. الوضعية الموالية تقول: هل هي قابلة القسمة لإثنان أم لا؟ سرتي ما سمعناش. سرتي الإنترنت سرتي ما خلتناش نسمع. مازلت ما بديتهاش. 262 262 قابلة القسمة، قابلة للقسمة على 2 أم لا؟ نرفع الألواح. إذا نعم، قابلة القسمة على 2. أحمد أبو عيدة تذكرني، لماذا قابلة القسمة على 2؟ لأن سيدتي أي عدد يبدأ باثنان أو 4 أو 6 أو 8 أو 0 قابل القسمة على 2. رقم أحادي. إذا مثل ما كتبت صديقتنا سيرين. عدد زوجي. مثل ما كتبت صديقتنا سيرين. أحسنت يا سيرين.
إذا كان رقم أحده زوجي فهو يقبل القسمة على اثنان. ممتاز، أحسنتي. نمر الآن إلى وضعية أخرى. إذا 0.18 في 0.1. ثلاثية يمكنك الإعادة. 0.18، أعيد، 0.18 في 0.1. في 0.1. إيش التعبير؟ 0.18 في 0.1. نرفع الألواح. ارفع اللوح. هناك إجابات متعددة. البقية نرفع الألواح. سيرين، أحمد، أين الكاميرا؟ نفتح الكاميرا. ترتي أنا فاتح الكاميرا. ننظر جيدا كي نفهم. ستي مرحبا. كيف؟ مرحبا. يا عزيز، يا عزيز. هناك إجابات متعددة. أفهم الإجابة الصحيحة. باهز، انتظرني يا عزيز. نحن هنا 0.18 في 0. سوف أعتبر، ننظر هنا جيدا، في الضرب مثلما نعلم نعتبر أن الفاصل غير موجودة، نعتبر أن الفاصل غير موجودة. 18 في 1 يا بعيدة. 18 في 1 كم يساوي؟ 18. 18. كم لدي من رقم بعد الفاصل؟ 2. لا، ليس اثنان. ثلاثة سنتين. أربعة. واحد، اثنان، ثلاثة أرقام. إذا سوف يكون لدي هنا ثلاثة أرقام بعد الفاصل. إذا أضع صفر ثم فاصل صفر. إذا 0.018. فهمنا؟ نعم. ما عادش نغلطوا فيها، حتى المرة اللي فاتت صلحتها لكم بنفس الطريقة وزدتوا عودتوا أغلطوا. أنا جبت نصيحة. أي ممتاز. فما شكون اللي جاب نصيحة وفما ليلي. ما عادش نغلطوا، خاطر الضرب راني نحسب الفاصل، أعتبر أن الفاصل غير موجود، ثم أحسب كم رقم بعد الفاصل. تعطي لينا ميشيل الفاصلة. نستمع، تراه وضعية أخرى. وضعية أخرى تقول 43. الآن 43 قسمة 43 قسمة 0.01. 43 قسمة 0.01. سيرتي ليش تعود العملية؟ سيرتي دينار. 43 43 قسمة 0.01. سيرتي تنجم تعطينا الوحدة سيرتي باش نعرف دينار ولا مليم؟ ليش عنا فيها عدد عادي. نرفع الألواح. راح نرفع الألواح في نفس الوقت، خنشوف إن شاء الله ما يكونش باهي. ارفع اللوح البقية، نرفع الألواح. ما تهبطش لوحتك، ارفع اللوح. هاي سيدتي.
سيدتي ممتاز. هناك إجابة، لا إجابات الكل صحيحة، أحسنتم. إذن هنا عندما أقسم صفر فاصل صفر على صفر فاصل صفر واحد فإنني أضرب المقسوم في مئة، أضرب المقسوم في مئة. باهي ممتاز، إلى حد الآن ممتاز. باهي نستمع إذن وضعية أخرى. اثنان على خمسة، اثنان على خمسة مع كم نسبة مئوية؟ اثنان على خمسة مع كم نسبة مئوية تعطيني 85%؟ يعني شنو اثنان على خمسة؟ يعني اثنان قسمة خمسة عدد كسري. نعم، اثنان على خمسة، اثنان على خمسة مع كم، اثنان على خمسة مع كم نسبة مئوية تعطيني 85%؟ سيدتي اللابتوب شوف الشر، نجم نجيب الشر. نعم تفضل. شكرا. أعيد، اثنان على خمسة مع كم نسبة مئوية تعطيني 85%؟ نرفع الألواح، اطرح، ارفع اللوح، ارفع البقية، نرفع الألواح، اكتب مثالش اغلط، مش مشكل نغلطو وتنصلحو. جميعنا نرفع اللوح. به، إذا سوف آخذ زينب. إذا نحن قلنا اثنان على خمسة يا زينب مع استخدمتهاش، ما فهمتهاش كم يساوي 85%. زينب اثنان على خمسة ماذا تمثل؟ ستي 40 نسبة مئوية. ماذا تمثل اثنان على خمسة؟ من يساعدها؟ استماع مع خمسة سليم ريان سادتي. سادتي تمثل 40%. تمثل 40%، سهلة جدا، يعني 100 على 5 20، 20 في 2 40. هذه 40%، هذه 40%. ماذا بقي لي كي أتحصل على 85% يا زينب؟ انظري هنا يا عش بنتي، ماذا بقي لي؟ 25%. لا ليس 25 يا بنتي، 45 ماشي 65 هي بالمئة. إذا هنا أي نسبة مئوية، شو النسبة المئوية؟ أستطيع أن أحولها إلى عدد كسري بطبيعة الحال، إلى عدد كسري. نعم هي هذه 40 على، هي أصلها 40 على 100، 40 أقسمها على 20 أي أن تبقى 2 على 5. سهلة جدا. به، نمر إلى العمل الآن. إذن بعد الحساب الذهني سوف نمر إلى العمل. سوف أضع لكم العمل، الوضعية الأولى مثل العادة، سوف آخذ جميعنا ننجز العمل، سوف آخذ وقت. لإنجاز العمل. سألتي الوضعية الأولى؟ نعم. أي أنجز عملي في هدوء، ننجز العمل، جميعنا ننجز العمل. Thank you.
سيرتي الرسم سيرتي الجانب يطبع الوضعية الأولى ولا الوضعية الثانية؟ لا هذاك الرسم اللي باش نستعينوا به. يظهر لي فما حاجة نسيتها. تي لازم نعرف الارتفاع ايه. نعم ماي تي يا اخي دي ماهيش موجودة. دي هي ال هاي ايوه هذه الكون الارتفاع بتاع النقطة المتعلقة. سيدتي سيدتي الدال أين هي سيدتي؟ هذه دال هذه دال وهذه 36 متر لقد نسيت أن أكتبها. هذه من هنا دال ميم هذا الارتفاع 36 متر وهذه دال. رأينا جميعنا؟ نعم. تعالوا نحاول نكتبهم لكم. ليه بقى واضحة دل هي موجودة هي دل أما مش واضحة بالكدي هي موجودة. سيدتي أنا توا كتبتها دل. سامحني هي موجودة. هذيك هاوني 36 ستي 9 ار هي مساحة الأرض المستطيلة. واضح جدا. نعم ستي قال لك إذا علمت أن قيس المساحة كامل الأرض يساوي 2250 يعني المستطيل والمثلث ولا المثلث كهو؟ لا كامل الأرض كامل الأرض مستطيل والمثلث. سيدتي التسعة أورا اللي في وسط المكتوبة اللي في وسط الأرض هذيك يعني مساحة متاع الأرض مساحة الأرض المستطيلة الشكل. نعم Thank you.
معاذ سكر اسمعي اغلق مكبر الصوت وننجز العمل. ستي عندي سؤال ستي. ستي شكيت في القاعدة متاع كيفاش نطلع القاعدة المثلث. نحب نعرف المساحة ضارب 2 ولا قسمة 2 قسمة الارتفاع. ضارب 2. شنو ستي؟ المساحة ضارب 2 الارتفاع. شكرا ستي.
نديروا لي ميكرو. سيدتي. نعم. قيس العود كيفاش نلقاه سيدتي؟ لازمك تطلع وحدك. قيس العرض. نعم. سهل جدا، عرض الأرض المستطيل الشكل، تعرف المساحة والطول. سهل جدا يا ولدي. الطريقة نسيت كيفاش نعملها سيدتي. تعرف المساحة وتعرف الطول. المساحة هي طول في عرض. سيدتي باش نغلق الكاميرا خاطر عندي يعني ظروف. هاي بسرعة بسرعة سوف نصلح. نكمل العمل سوف نصلح.
ستين. نعم. الطول هيك 3200 ولا 3.200؟ 3.200. جدتي يا أخي باش نعرفوا قيس القاعدة متاع المثلث نعملوا ال نعمل ال سيرتي لازم نجاوبوا سيرتي. نعم. باش نعرفوا قاعدة المثلث نعمل مساحة ضرب ضرب اثنين قسمة الارتفاع. سيش متر متر الطول؟ متر الطولي متر الـ الأسلاك. سوف نصلح بسرعة. جدتي القاعدة موج ظاهرة أصغر من الطول لأنه يعني جاتني أطول منها. وقت كنت باش نفركت على قاعدة المثلث لقيتها أكثر من الطول. قيس الوتر. ليه سيدي القاعدة لقيتها أكثر من لقيتها أكثر من الطول. مو نعمل طول المساحة ضرب اثنين قسمة الارتفاع لقيتها أكثر من لقيتها أكثر من 45 متر سيدتي، وهي القاعدة أصغر منها. أنت حاولت بالآر ولا بالمتر مربع؟ نحاولوا للمتر مربع. أي سألت أنا مش حاول بالآر ولا بالمتر مربع. يعني لقيت العرض أكبر من الطول، ليه ما يجيش غلط؟ سيدتي عم كذا بدوتن إياها. نعم. أي سوف نصلح بسرعة. نفتح الكاميرا، نفتح الكاميرا. حل الكاميرا خلينا نشوف تخدم ولا ما تشتغل. طبعا
سارتي 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 شمنع مصاريف التسجيل سارتي عايش ولدي مو فما كل أرض يشريوها كل أرض نشريوها نسجلوها في البلدي بتبيع البلدي ما تسجلها لكش بلاش تاخذ نسبة من تاخذ نسبة التسجيل سيخي أخي 5% ثمن شراء الأرض ثمن شراء الأرض بركة ولا ثمن شراء الأرض مع ثمن المتر الطولي مع... لا ثمن شراء الأرض كهو ستيم فهمتم تاع المتر الطولي ستيم مثل كيلت متر الطولي قلت لك أنه سياج الأسلاك وتكلف المتر الطولي منها 3.200 أي بمعنى السلك الواحد المتر الواحد من السياج بثلاثة 3.2 هاي نصلح دقيقة دقيقة هاي نسرع شوية سألتي أنا في آخر وضعي آخر سؤال هاي هو كل نسيت أي سوف دقيقة ونصلح
نهايته. نهاية شرتي أي نصلح إذا ناي نصلح ريين اقرأ الوضعية سيدتي دقيق الفراوازتي أرضا يحدد شكلها أبعادها التصميم الجانبي كم يقيس البعد بعدها دال القطعة المثلثة آ دالها إذا علمت أن قيس مساحة كامل الأرض يساوي 2250 متر مربع ما هو قيس محيط لهذه الأرض؟ ب ج ه اشترى والدي الأرض بحساب 5500 دينار مليم المتر المربع وتكلف المتر الطولي منها 3200 دينار فكم بلغت كلفة شراء الأرض وتسييجها؟ إذا علمت أن مصاريف التسجيل قد بلغت 5% من ثمن شراء الأرض، فكم يكون ثمن كلفتها؟ إذا أول شيء على ماذا سنبحث يا ريان؟ البقية متابعة؟ قيس مساحة المثلث. مساحة الأرض أحسن، واضحة جدا. إذا سوف نبحث على مساحة الأرض المثلثة. مساحة الأرض المثلثة 2250 إلى 900 يساوي 1350 إذا ممتاز نحن هنا أنا ربما نحاول متر مربع نحن هنا نعلم كل مساحة الأرض ونعلم أيضا مساحة الأرض المستطيلة الشكل إذا شيء سهل جدا أن أبحث عن مساحة الأرض المثلثة هي مساحة الأرض كاملة 2250 إلا 900 إلا 900 تفضل إجابتك يساوي كم النتيجة يا ريان؟ 1350 متر مربع 1350 متر مربع أحسنت سيدتي أكملت سيدتي سيدتي تم بعدما تحصلنا على مساحة الأرض المثلثة نعم سيدتي شكون شكون باش تتكلم أنت بعد ما تحصلنا على مساحة الأرض المثلثة سنبحث عن قاعدة المثلث مثلث قاعدة المثلث المستقيم إيه هادي سنبحث على هادي إذا قيس طول أو قيس البعد إيه لو نسمع فيه إن شاء الله هادل كيف نبحث عنه؟ سيدتي 1350 ضرب 2 قسمة 45 ممتاز إذا 1350 قسمة 2 ضرب 2 ستي ستي ضرب 2 أي سيدتي ضرب 2 يساوي 60 يساوي 60 يساوي 60 متر لحظة إذا الذي لم ينجز سنفسر الآن ننظر جيدا سنعود إلى الرسم ها هو الرسم إذا نحن نريد أن نبحث عن هذا عن هذا إذا هذا هو الارتفاع هو الطول الطول المستطيل ونفسه هو ارتفاع المثلث وهو نفسه الضلع متاع المثلث لأن المثلث القائم مثل ما نعرف الضلعان القائمان هما يمثلان ارتفاع المثلث إذن هنا لدي المساحة أنا أعلم المساحة إذن تصبح المساحة ضرب 2 قسمة الارتفاع مثل ما وجدنا 60 إذن ثم بعد ذلك على ماذا سنبحث يا أحمد؟
على قيس نصف المحيط سيدتي. قيس نصف المحيط. أي قيس نصف المحيط؟ لماذا قيس نصف المحيط؟ على خاطر بعد مش نقع قيس العظم متاع المستطيل سيدتي. مش بعد نقع قيس عرض المستطيل. سهل جدا قيس عرض المستطيل. انظر هنا مساحة المربع قيس متر الطول. انظر المساحة يا ولدي، قد قلت لك وقلت لك في ما سبق، المساحة هي طول ضارب عرض. إذن العرض هو المساحة قسمة الطول. خمس 450 قسمة 45. لا علاش 450 عشان ولدي؟ على نصف المحيط سيدي. نصف محيط. باقي شاد في صحيح في الخطأ متاعك. تبعني عاود تبعني عشان. المساحة عشان ولدي. هذاك ماهوش المحيط، هذاك ماهوش المحيط باش تنجم تلقى نصف المحيط بهذيك الطول. المساحة هي 900 متر مربع. لحظة نفتح الكاميرا البقية ونتابع. المساحة هو طول ضرب. إذا العرض كيف أستخرجه؟ مساحة على طول. مساحة على الطول. المساحة كم يساوي؟ المساحة يساوي 900. يساوي 500 متر مربع. تساوي 20 سيدتي. قيسوا العرض المستطيل 900 على قسمة 45. 20 سيدتي. 20 متر. 20 ستي ميارة. ستي ميارة. يا ميارة لقيتها ستينة. قيس طول اه قيس طول اه ألف وثلاثمائة. 1350 ضرب 2 قسمة 36 يساوي 75. بابي أكثر ضرب 2 قسمة 36 يساوي 75. قسمة 36 يساوي 75. سأعود إلى الرسم. أعود إلى الرسم. نحن الآن نعلم هذا، نعلم هذا ونعلم هذا، ولكن لا نعلم هذا. إذن أنا الآن سوف أشتغل في المثلث هذا حسب هذا الارتفاع. إذن لدي الارتفاع 36 متر. 36 متر. إذن هو الارتفاع الموافق له. الارتفاع الموافق هو هذا 36. إذن هذه تصبح القاعدة، لأن الارتفاع الموافق له هو خارج من هنا ويجي لهنا عمودي لهنا. إذن المساحة كلها اللي هي 1350 قسمة الارتفاع ضرب 2 يساوي 75 متر. أحسنت يا ميارة. ثم نمر الآن إلى أين يا إياد. بعدما عرفنا كل هذه الأبعاد أمر إلى أين؟ نمر إلى البحث عن الكلفة. كلفة ماذا؟ من يساعدنا؟ سأمر إلى أين البقية؟ نفتح الكاميرا البقية ونتابع. استمايارة استمايارة البقية استمايارة 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 استمايارة. كفى البقية استمايارة. عبد الرحمن تابع البقية. نفتح الكاميرا. ننظر جيدا إلى الرسم. ننظر جيدا إلى الرسم. انظر يا إياد يا ولدي، نحن نعلم كل الأبعاد الآن. نعلم كل الأبعاد. هذا أعلمه، هذا أعلمه، هذا أعلمه، هذا أعلمه، وهذا أعلمه. إذن على ماذا سأبحث؟ المحيط. على قيسي استريين اللي قالها. استريين استريين. إذن سأبحث عن قيس محيط الأرض. استمارة استمارة. لماذا أبحث عن قيس محيط الأرض بطبيعة الحال؟ لأعرف
السياج. ثمن شراء الأرض والسياج. ما ثمن شراء الأرض؟ مش نعرف ثمن السياج. مش شراء السياج. وطلب مني أيضا، قال لي ما هو قيس محيط هذه الأرض؟ قيس محيط الأرض؟ ما ثمن الأرض بالمساحة؟ أوكي. نعم يا إياد. تفضلي. إياد. ستي مايار ستي. باهي نستمع. في المحيط نجمع كل الأبعاد. واضحة. تو هذه الأرض محيطها واضح. سيدتي نجمع كل كيما المرة اللي فاتت. كيما الأرض نتاع المرة اللي فاتت المحيط نتاعها مش واضح بالكدا. إذا أضع نقطة وأعود إليها. إذا هنا سأبدأ من إيه؟ نعم يا إياد. ثلاثي محيط المثلث ثلاثي نجمع كل الأضلاع. ستي أحمد سيدة. لا نجمع كل الأضلاع لأن هذا الضلع ليس تابعاً. كيما ميم دل سيدتي ما نحسبهوش. هذا الضلع ليس تابعاً. هذاك علاش قلت لك حط نقطة وتعود إليها. هذا الضلع ليس تابعاً لمحيط الأرض. ستي مايار ستي. يا أحمد سيدتي يا أحمد. زينب. البقية وينكم يا أخي موجودين ولا ماكمش موجودين؟ ستي مايار ستي. افتح الكاميرا باش نعرف إذا أنت موجود ولا لا. أحمد سيدتي. شنو حاضرين قداش واحد؟ حاضر سيدتي واحد ولا 15 واحد حاضر سيدتي. أحمد مايار ستي. ستي مايار لحظة البقية لحظة خلينا نشوف سيدتي. فتحي الكاميرا ويت وحدك سيدتي. سليم. نعم سيدتي. ريان سيدتي ريان. أحمد سيدتي. زينب. أحمد. آية سيرين. أحمد سيدتي. ريان. استمايارة. عزيز. ريان سيدتي. أحمد حالا كاميرا. استمايارة ستي. أي عزيز أي. كيف نبحث عن المحيط؟ كيف محيط أرض ما نعرفوش نبحث عن محيط الأرض؟ ستي مايار ستي. أحمد سيدتي أحمد. انتظر يا ولدي عايش ولدي. انظر هنا أبدأ من هذه النقطة وأعود إليها. إيه بي قديش لقيناه؟ بلقيني 20 متر. إذن 20 نغربة في ثني. نعم ميسالش خلينا نمشيو بشوية باش نفهم. هذه قديش؟ هاي قدام 40 مع 45 مع 45 مع نزيد نكمل هنا قديش؟ 20 مع نزيد نكمل هذه لقيناها 60 مع قديش هي؟ 75 75 لقد عدت إلى نفس النقطة مع 75 كم النتيجة؟ نجاوب شكون فيه؟ سمع سمع كم النتيجة؟ شكون يجاوب؟ الذي لديه الإجابة يجيب. تيمار 220 220 سيدتي 220 20 مع 20 متر مربع 40 مع 60 100 مع 50 متر مربع شنو هو 150 متر غلطة متر 220 متر 220 استمايار استلام بعد استلام. إذا وجدنا بعدما وجدنا المحيط سهل جدا يا زينب يا عايش بنتي اخزر وجدنا المحيط. على ماذا سنبحث الآن؟ زينب سيدتي. زينب لا زينب تتكلم. وجدنا المحيط. انظري يا ابنتي قال لك في الجزء الموالي قال لك اشترى والدي الأرض بحساب 5.5 دينار المتر المربع وتكلف المتر الطولي منها ب 3.2 دينار. إذن على ماذا سنبحث؟
مساحة الأرض. شراء الأرض ستي. تعرف مساحة الأرض عايش بنت. فهم عن مشيرة. شراء الأرض. فمن شراء الأرض. لا نتركها لوحدها. فمن شراء الأرض. نحن نعلم المساحة يا ابنتي. شرتي ثمن شراء الأرض شرتي. ثمن شراء الأرض. استي ما يا رستي نعطيك الإجابة استي. لا. خليوا أصدقائنا ياخذوا حقهم. سيرين. فمن شراء أحمد أبو عيد استي. استي ما يا رستي. أنا ودي بشوي. خليوا أصدقائنا ياخذوا حقهم. سيرين. شرتي أحمد أبو عيد استي. يكفي نعم يا زينب. 2250 ضرب 5500 دينار. هيش هيش شبيك. يساوي 12 مليون و 375 ألف. شرتي ما نشوف صبور. لأن هذا ثمن شراء الأرض. زينب طيب. نعم زينب طيب. سير نرجو طبعا على كلفة التسيير. أحسنت. إذا سوف نبحث عن ثمن السياج أو كلفة السياج. ستي ما يا رستي. زينب طيبي. زينب طيبي. نعم يا زينب. المحيط في 220 نعم. في 3 في فاصل 200. كم النتيجة؟ 704 704 ستي ما يا رستي البقية اللي ما شاركوش ميار. انتظري يا ميارة خلينا نشوفوا أصدقاء ريان سيدي أحمد أحمد يا سيدي اللي ما شاركوش البقية عبد الرحمن وسيرين نعم. أحمد أبو عيدة سيدتي وأحمد أبو عيدة نعم أحمد أبو عيدة شرتي الآن سيرتي سوف نبحث عن الكلفة سيرتي سوف نبحث عن الكلفة كلفة التسجيل التسجيل سيدتي كم مصاريف التسجيل أحمد أبو عيدة فقط يتكلم نعم نجمع سيرتي ثمن شراء الأرض مع كلفة السياج استي مايارة سيدتي أحمد سيدتي أحمد استي مايارة لحظة يا مايارة عاش بنتي اقرأ الجملة هنا إذا علمت سيدتي إذا علمت أن مصاريف التسجيل قد بلغت 5% من ثمن شراء الأرض فكم يكون ثمن كل فتح إذا كيف نبحث عن مصاريف التسجيل؟ سيدتي هو فقط سيدتي ما فهمتهاش سيدتي إيش ودي قبل إذا علمت أن مصاريف التسجيل بلغت 5% من ثمن شراء الأرض بالقاعدة في كنوحل وفي القاعدة وفي اللحظة سيدتي لحظة عايش ولدي كيف نوحلو في النسبة المئوية نمشي نستعمل القاعدة الثلاثية ايش تقول اللي ثمن شراء الأرض اللي هو 1000 أخزن هنا اللي هو 12375 تمثل 100% سيدتي تمثل 100% 5% ما يقابلها مجهول سيرتي فهمتها سيرتي 5 ضرب 100 قسمة 12375 نعم ضرب 100 تأكد ما قلتش 400 انت قلت ضرب 100 ضرب 100 مصاريف التسجيل كما قلنا اذا ريان 12375 في 5 قسمة 100 كم النتيجة؟ أصح ستي النتيجة 618 دينار فاصل 75 ثم البقية
البقية، البقية على ماذا سنبحث الآن؟ توفر لدينا كل شيء، مصاريف التوصيل. سيدتي 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 ثمن الأرض. سيدتي 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 كلفة كلفة جملة. وجدنا بحث يا عزيز. وإيات سيدتي أحمد. سيري سيري سنبحث عن كلفة الجملية لثمن شراء الأرض. أحسنت، إذا سوف نبحث عن الكلفة الجملية لشراء الأرض. إذا الكلفة تمثل ثمن كلفة الأرض سهلة جدا. كيف استمر استمر استي سيري سيري أكمل يا سيري. لازم نحط 12375 مع 618.75 مع 704 مع 600 كم النتيجة؟ مش 12 مليون 12 مليون 697.75 نعم مش 12 مليون 375 ألف 13.697 دينار فاصل 75. لقد حلت المسألة، المسألة سهلة جدا، ليس هناك أي شيء صعب. في القواعد هذوما، القواعد نتاع القاعدة، كيفاش نخرجوا القاعدة من المساحة والارتفاع. نتبع الوضعية متاعي، الوضعية سهلة. سيدتي قداش لقيناها الكلفة؟ سيدتي نستعملوا القاعدة الثلاثية. ستي ستي أنا ما يارا ستي الغلطة الوحيدة عندي ست في الأخير باش نزيد 704. ليه 704 عاش قلتي ما نتاع الصور تمتاع ثمن التسييج نسيتها. كله صحيح سيدتي. سيدتي ونستعمل القاعدة الثلاثية سيدتي. تسمى خدمت بالكدا. سيدتي كله صحيح سيدتي. أنا الأول. سيدتي ونستعمل القاعدة الثلاثية سيدتي. كنت كرفت الأرض سيدتي لقيتها 12 مليون. إي في الـ شو عايش ولدي؟ في النسبة المئوية. النسبة المئوية كيف وقت اللي الله غالب نسيت كيفاش نسيت الجزئي. ولا نسيت كيفاش نخرج الجزئي، ولا نسيت كيفاش نخرج الاصلي، ولا نسيت نمشي نخدم نمشي نحط القاعده الثلاثيه وكل شيء يطلع كيما حطينا احنا تو. سيدتي عندي سؤال. القاعده الثلاثيه وكل شيء يطلع النسبه المئويه. النسبه المئويه اذا حتى ولو عارف في الخدمه نمشي نتاكد بالقاعده الثلاثيه. ديما نستعملها القاعده الثلاثيه خاصه في النسبه المئويه، وديما نستعملوها في كل شيء اما خاصه النسبه المئويه تعاوني بالكدا. سيدتي اخي القاعده الثلاثيه معناها التناسب الرابع التناسب. نعم سيدتي لدي سؤال على الامتحان. سيدتي نعم سيدتي في الامتحان لازم نعملوا القاعده الثلاثيه ايه باش تتاكد؟ ليه باش معناتها تعملها له في الرسمه اي سؤال خاطر هو سيدي قال لنا لازم نعملوا القاعده الثلاثيه. اي هو قال لنا لازم ترسموا الرسم. اذا قال لك لازم ترسموا الرسم لازم ترسموا الرسم. سيدي كو قال لك انت تحب وباي طريقه كان عندك يا تعمل على واحد نص على القاعده الثلاثيه ونص على العمليه. فهنا مر الى الوضعيه المواليه. الناس الكل تخدم في الوضعية الموالية، الناس الكل تخدم. نتبع كيما توا، شفت توا كل 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 سؤال نتبع في الوضعية، ما عندي شكون تبعت. كيف كيف لهنا نتبع الوضعية بشوية بشوية تنلقى الأسئلة الكل. كيف تعبت شوية الكاميرا؟ شكرا. ايضا الوضعيه الثانيه سهله. نمر الى الوضعيه الثانيه نتبع الوضعيه انها سهله.
سيدتي نخدم الوضعية الثانية. نعم حسن. سرتي زيت الزيتون هو المعصور سرتي يعني سائل؟ لا من كتلته الزيت، من كتلته زيت. بعد أعطاك كتلة اللتر الواحد من الزيت هي 0.9 كيلو غرام. أنا في مصاريف التسجيل مسيرش طبط رام ستي كلفة الزيت. أقول الزيت تحسب باللتر مش بالجرام. كله زيت. وقت كي تبقى قداش اللتر وقت تضربه في 0.9؟ لا تكسر. عنا عبقرين هنا. عبقرين نوب ولا عبقرين لبس عليه؟ ايه مش في قتلن بتستعر ثم وهبكم. عبد الرحمن ارفع يا بعدي ما عادش تقلب الاصوات. سيدتي عندك الشامب
سيدتي. نعم. يخي رصيده البنكي هذايا نحن شنزيدوه ولا نحن شنقصوا مش نشوفوا رصيده السابق؟ بالطبيعة رصيده توا زاد، هو قال لك ارتفع. حسن سيدتي، شكرا. وصلنا.
أنهيت سيدتي ريان أنهيت. سيدتي زيدنا 5 دقائق سيدتي. توش. ستي ما فهمتش بالكدا يا ستي المسألة. لا سهلة. سهلة ماه. أسهل ماه. باهي باهي. أحلى من الحلو زاد. سأل ستي أنا مكحت حتكلمكم أنتم الاثنين. ما تاكلش هي باش تكون أحلى من الحلو. هاي ننجز العمل في هدوء. نفتح الكاميرا. سيدتي لازم أنت تحلي لهم الكاميرا سيدتي. كان ما هما يقدروا مش لازم. لا لازم هما يحلوا الكاميرا. لا سيدتي أحمد يحب يتشمت فيها. علي نتشمت فيها مصحابي لا. طيب كفى نكمل العمل. سيدتي أنا فاتح الكاميرا. ريان سيدتي أنهيت دقيقة هاي بسرعة سوف نصلح أنهيت سراب امشي سيدتي نجو نبدأ ونصلحوه أنهيت
ريان سيدتي هل يمكننا أن نبدأ الإصلاح سيدتي؟ نعم سوف نصلح. استاذة الطيب. ريان سيدتي ريان. البقية الذي لم يشير البقية. مريم. استاذة الطيب. مريم. مريم كمل. آية. نعم ستي. آي. اقرأ الوضعية. أولاً يملك فلاح حقلاً به 360 شجرة زيتون، معدل إنتاج الشجرة الواحدة 150 كيلوغرام. جنى الفلاح محصوله تسوري وعصره فأعطى حب الزيتون 40% من كتلته زيتاً. كتلة اللتر الواحد من الزيت 0.9 كيلوغرام. أحسب كمية الزيت التي تحصل عليها الفلاح باللتر. باع الفلاح 2/5 محصوله من الزيت بحساب 4.250 اللتر الواحد، وأودع المبلغ المالي الذي تحصل عليه بحساب البنكي، فارتفع رصيده إلى 51673 دينار فاصل 780 مليم. أحسب الرصيد السابق للفلاح. إذا أولاً سأبحث عن محصول الفلاح. إذن محصول الفلاح أو كتلة الفلاح بطبيعة الحال بالكيلوغرام هنا. ما أنت تشكر. ليست سعة، إنها كتلة. ريان سيدتي. محصول الفلاح. كمل معي مريم. سأمر إلى كتلة الإنتاج. مريم. 360 × 150. 360 أحسنتي في 150 يساوي 54 ألف كيلوغرام. أحسنتي يا مريم، شكرا لك. ثم آية. ريان. آية. ريان. عبد الرحمن. إياد. نعم سيدتي. نعم. باهي يا إياد، سأعود لك في السؤال الموالي. ترى نشوفوا عبد الرحمن. سيدتي لم أفهم. إن الوضعية سهلة جدا يا ولدي، واضحة. تبع معنا، تبع مع صديقة إياد ميلا. يا إياد بعد ما بحثنا على كتلة الإنتاج نبحث على كتلة الزيت. كتلة الزيت، أحسنت. إذن كتلة الزيت. يا ولدي يا عبد الرحمن، عايش ولدي، استمع يا عبد الرحمن. قال لنا في الوضعية يملك فلاح 360 شجرة، كل شجرة تعطيه 150 كيلوغرام. إذن نحن تحصلنا على الإنتاج إنتاج الزيتون كحب زيتون. بطبيعة الحال هذا الزيتون سوف يتم عصره وليعطي زيتا. عندما قام بعصره أعطى 40% من كتلة الزيت، من كتلة الزيتون. لهذا سوف نبحث عن كتلة الزيت الآن. واضحة جدا يا عبد الرحمن. أكمل يا إياد. كتلة الزيت 54 ألف بين قوسين قسمت 100 ضرب 40 قسمت 0.9. انت شنو وصلت 0.9؟ 0.9 هي شنو كتلة اللتر الواحد. لا خلي احنا نبحث طبع التالي. باهي يا بعد التالي تنبحث على السيعة. باهي. اذا يساوي كم يساوي هاي؟ 18000. لا. لا. 21600. 21600. 21600. و600 كيلوغرام. ثم بعد ذلك زينب تيبي. زينب الجملي.
سيرين، ريان. سيدتي أحمد. نعم سيدتي. بعدما بحثنا عن كتلة الزيت على ماذا سنبحث؟ عن كمية الزيت سيدتي. عن سعة الزيت. سعة الزيت 50 × 40 قسمة 100 يساوي 21.600. إيه اللي كملناه؟ إيه ذيك عملناه. سيدتي. نعم يا ريان 21,600 قسمة 0.6. ريان يساوي 24,000. إذن 21 واضحة أيضا، هذه إنها واضحة. قال لنا أن اللتر الواحد يعطي 0.9، عفوا الكيلوغرام الواحد يعطي 0.9. إذن الكمية كاملة كم تعطي؟ سوف ننجز، إذن سوف ننجز الكتلة كاملة على 0.9. إذن 21,600 قسمة 0.9 يساوي 24,000. سيدتي أحمد. نعم يا أحمد. كمية ما باع من الزيت. الكمية التي باعها، أحسنت، الكمية المبيعة. المباع. المبيعة. نعم يا أحمد. 24,000 في 2 قسمة 5. 24,000 في 2 قسمة 5 يساوي 9,600 لتر. 9,600 لتر. 9,600 لتر. نعم ثم ما يرى. سي ما كملتش ستين. سيلمين سيلمين ريان، عرفت لأن النتيجة النهائية البقية. سي عرفت النتيجة. ماريا ثمن الزيت. إذا المبلغ الذي تحصل عليه الفلاح أو ثمن الزيت المبلغ الذي تحصل عليه الفلاح الذي تحصل نكتة هي بالطبع عليه الفلاح. نعم 9,600 في 4,250. أحسنت. 9,600 هو باع 4,800 واللتر الواحد ب 4,250. كم وجدت النتيجة يا مريم؟ 40.800. ثم أحمد الرصيد السابق للفلاح. سيدتي الرصيد السابق واضحة جدا. إذا الرصيد السابق 51,673.780 إلى 40,800 يساوي 10,873.78. سيدتي بالله 10,873.78. سيخي تسفد كن نحيوها ميساج سيدتي. نعم هذا صفر. نعم أما هنيني حتى هنين نحن نخبه بيه أما مش معناته نجم نحيوه أصفر الجانبية نجم نحيوه. سيدتي كله صحيح. سيدتي ممتاز. انا ممتاز حتى لو زاد اللول كله صحيح. اللول ثاني باه ممتاز. هاي نكمل الوضعيه الاخرى بسرعه.
السي اصلا ما عادش مازال برشا وقت، مازال 25 دقيقه. هاي ما يا ريت كملوا في الوقت اللي مازال في عندنا ربع ساعه ناخذ فيها مع 10 دقائق نصلي. نو 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 ها سيدتي اقرأ سيدتي سيدتي ما نقراوش تقرا الوضعيه واحده كبرينا شويه علاش تكبرينا شويه ماهيش واضحه كبر وحدك عمل على روحك عمل على روحك هكا واضحه واضحه على الخصيد اي اي واضحه وضوح بيت كبد السماء والله شاك شوالي تولين ايش كنت هاي في هدوء عادي كل شيء جميل استي خلينا بعد الزوم استي نقعد هنا في الزوم بينا نترشف القهوة وبعد الأطراف الحديد بسرعة ننجز عملي في هدوء نتي شنو يقصد بها كلفة جميلة؟ ماري جملية حتى يطلب كلفة شكل ليه المرهد دي قبيح هيا عادة نفيزة باش نصالح ولا نزيدكم في الوقت ليه سي باش نكمل نحافظ على الهدوء ونخدم وإلا نزيد في اي لازم نصلحها يعني الوضعية تين ونص سيين نخرج نحافظ على الهدوء ونخدم نحل الكاميرا سيدتي 59,400 هذيك لإقامة الإسطبل الاسطبل الابقاء لا لا الاسطبل الابقاء الاسطبل الابقاء ابقي ها ابقرر يا معاذ الله بليز سكر الماء ان شاء الله في الجنة من لا كونيكسيون من لا كونيكسيون سيلو
أنجز يا عبد الرحمن، أنجز عايش ولدي. حسن جدي شنو يقصد بها كلفة جميلة؟ الجملية بكلفة جملية. ستي عدد الأبقار مش باش نلقاوها مستوفات صحيح؟ كيفاش عدد الأبقار مستوفين؟ ماهيش مستوفات. كيفاه ما تجيش بالطبيعة ماهيش مستوفات؟ كيفاش البقرة مش قسموها؟ البقرة نقسموها على اثنين سيدتي. سيدتي بقى نقسموها على اثنين نقطة. فما حاجات ما يجيوش بالفاصل راهو، فما حاجات ما يجيوش بالعدد العشري. كيما بقرة، بقرة شو باش نعملوا لها؟ باش بالفاصل معناتها باش نلقاها ناخذوا بقرة ناخذوا منها سيق وراس؟ لا ما تجيش، يجي عدد صحيح طبيعي. يا سيدي الثمن الأبقار ينجم يجي بالفاصل مش مشكل. هو ثمن البقرة عطاه سيدتي 2475. اي احنا باش نرجعوا على ثمن الأبقار الكل، يعني فيها قسمة. اي يوم بعد باش نلوجوا على عدد قال لك ابحث عن عدد الذكية نتاع إقامة الإسطبل وشراء الأبقار. هذيك هي اللي عايشين ساعات نخدموها سيدتي. نخدمو كان ثلاثة سؤالات اللي مكتوبين من اللي خضر. اي سي مازال دقيقتين ولا بدون صالح استاذ صحيح؟ هاي باش نصالح فيس سي هو مطلبش من اللوج على معالم التسجيل. أكيد سنستحقها. أي يعني لازم نلوج عليه. هاي نصرة سيدتي دقيقة.
قرب انتهاء الوقت. استياس مازال 14 دقيقة ويقص عين اصلح. اقرأ يا ميارة ترى. ريان سيدتي ريان. احمد سيدتي. بعث مستثمر شاب. بعث مستثمر شابا مشروعا فلاحيا بكلفة جملية قيمتها دينار 90,846 ان انفقت على النحو التالي: التسجيل، اقتناء قطعة ارض قيسوا مساحتها بالهكتار 3.5 بكلفة جملية قيمتها بالدينار 27,370 مع العلم أن معاليم التسجيل بلغت 15% من ثمن شراء الأرض. إقامة إسطبل وشراء أبقار بمبلغ قدره بالدينار 59,400 يمثل ثمن الأبقار 1/3 أي ثلث ما أنفق لإقامة الإسطبل ويبلغ ثمن البقرة الواحدة بالدينار 2475 ثمن شراء كمية من العلف وآلة لحلب الأبقار يفوق ثمنها بالدينار سعر العلف ب207 حدد ثمن شراء الهكتار الواحد من الأرض. ابحث عن ثمن احسب ثمن العلف. اذا على ماذا سنبحث اولا؟ تي مريم ميارة. نعم ستي. على ماذا سنبحث؟ نريد ان نبحث عن الهكتار الواحد. هل نستطيع مباشرة ان نبحث عن ثمن الهكتار الواحد؟ ستي معلم التسجيل. باهي نبحث عن او نبحث بالطريقة الاخرى مباشرة نبحث عن ثمن شراء الارض. ستي ثمن شراء الهكتار الواحد. سيدتي ثمن شراء الأرض 7/2 على خاطر 3.5 فيها 7 أنصاف وباش نعرف النصف الواحد نضربوه في 2 باش نجي نلقاو الهكتار الواحد. سي أنا لوش لو على معاليم التسجيل. باهي مسألش نجمو نعملو معاليم التسجيل والكلفة الجملية نحيو منها معاليم التسجيل أو ثمن شراء الأرض مباشرة. ثمن شراء الأرض 27,070 الكلفة الجملية أضربها في 115 نعمل بالزيادة نزيد 515 قسمة 100 نفس الشيء نفس العمل الذي قلتي عليه يا ميارة ولكن سنختصر هنا 27,370 قسمة 115 في 100 كم وجدت النتيجة؟ استعمال معلم التسجيل لقيتها 4,105.5 دينار. اي والتسجيل سيدتي مشيش طلع شوال سيدتي وشنو ستي ثمن شراء الارض سيدتي مشيش طلع كم يوم عشان نجم نشوفه شكرا من الارض خاطر ثمن شراء الارض عندنا هو 27,000 ليه ما عندناش ثمن شراء الارض عايش ولدي كبير عنا يكون في الجملية فيها التسجيل وفيها ثمن شراء الأرض ما عناش ثمن شراء الأرض إذن النتيجة 23,800 ثم يا معاذ هل نستطيع البحث عن الهكتار الواحد؟ نعم إذن ثمن شراء من شراء الأرض بالهكتار الواحد ثمن شراء الهكتار الواحد 23,800 قسمة 3.5
النتيجة؟ النتيجة ثلاثين. نعم يا ريان. هو قالنا الثاني له قيس مساحتها بهكتار 3.5 بكلفة جملية قيمتها بالدينار 27.370 دينار. ثلاثية وهو قالنا في الأول اقتناء قطعة أرض، ما قالناش معها مع لا قالك بكلفة جملية، بكلفة جملية أي أي بمعنى انظر هنا أطلع نعاود نقرأ اقتناء قطعة أرض قيس مساحتها بالهكتار 3.5 بكلفة جملية قيمتها بالدينار 27 مع العلم أن معاليم التسجيل الجملة هذيك الجملة هذيك تدل على أنه التسجيل وثمن شراء الأرض هما الكلفة الجملية، هما اللي موجودين في 27370. فهمت عايش ولدي؟ باهي. إذن هنا النتيجة قديش؟ 6800. إذا ثمن الهكتار الواحد 6800 دينار. ثم ما لديه إجابة؟ إيات، سيرين، آية، البقية، زينب، مريم. ستيا هل نستطيع ماذا على ماذا سنبحث الآن؟ عدد الأبقار. عدد الأبقار، ولكن قبل عدد الأبقار ثمن الأبقار. ثمن الأبقار سنبحث عن ثمن الأبقار. ستيات ثمن إقامة الإسطبل. لا، بالرسم البياني كما ديما نعمله. إذا قلنا اللي هذا الإسطبل، الإسطبل يمثل 3×3، هذا الإسطبل، والأبقار يمثل الثلث، يعني بكلهم يمثلوا 4. هكا ولا ليه؟ اللي بكل قاعدين نفهموا ولا نتابع. قال لنا في الوضعية، ننظر جيدا، قال لنا إقامة إسطبل وشراء أبقار بمبلغ قيمته، هذا كله قيمته 59.400. نفصل هنا، يعني شري الأبقار وعمل الإسطبل بهذا المبلغ. قال لنا أيضا يمثل ثمن الأبقار الثلث ما أنفق من الإسطبل. إذن هنا هذوما 3 للإسطبل وهذايا ثلث للأبقار، إذن الكل يمثلوا 4 أجزاء. إذن نعم يا مريم، ثمن شراء الأبقار كيف أتحصل عليه من هذا المفضل؟ ثمن شراء الأبقار هو 59,400 قسمة 3 × 2. لا يا عاد عايش بنتي، هاني فسرت ثمن شراء الأبقار. سيئات انظري هنا جيدا عايش بنتي، المبلغ الكل، أخزر لي عايش بنتي، المبلغ بكله أبقار، المبلغ الكل أبقار وإسطب يمثل 59,400 دينار. في جزء أبقار وثلاثة أجزاء إسطب، يعني كلهم 4 أجزاء. فهمتني؟ إذن كيف أتحصل على ثمن شراء الأبقار؟ 59,400 قسمة 3. علاش قسمة 3؟ عندنا 4 أجزاء عش بنت. قسمة 4. قسمة 4. قسمة 4. يساوي كم يساوي؟ 14,850. ثم إياد قل أستي أعطينا نبحث عن عدد الأبقار. إذن عدد الأبقار نعم
14,750 قسمت 2,475. إذن هنا واضح جدا قابل القسمة على خمسة لأن أحده صفر. إذن سوف يعطيني كما قلت لك يا ميارة يجب أن يعطيني عدد صحيح طبيعي لا غير، لأن البقرة كما قلت لك ما نجمش ناخذوا ما روش باش نشري اشتر بقرة. ستة أقطار تبكي ستة أقطار اسم على اثنين ستي. ثم بعد ذلك يا أحمد. سيدتي لم أكمل. سهل عاد الآن. طلب منا ثمن العلف. سيدتي نجم تجعلنا الواقع سيدتي. طلب ثمن العلف. أحصلها ثمن العلف. سنجزه بسرعة. أو ننظر جيدا. شراء كمية من العلف وآلة لحلب الأبقار يفوق ثمانية العلف والأبقار أو الأبقار. سنلوج الساعة آلة الحلب ميتين وسبعين إلى آلة الحلب. سوف ننجز، سوف نبحث عن ثمن العلف وآلة الحلب. خلينا نبحث عنه الساعة. سهل جدا، كيف نبحث عنه؟ سيدي مريم بقية مريم. ما هي مريم؟ أولا سنطرح تسعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون إلا إلا عشرون ألف وثمانمائة مع بعد نشوف وبعد ذلك نعملها إلى 270 مع نعم. إذن قيمة المشروع بكل الفلوس الكل قيمة المشروع بكل هي 90,000. هو قال عنده 90,846. سوف أطرح منها كلفة الأرض كاملة وكلفة الأرض وأيضا الأبقار والإسطبل. إذن تسعة إلا 59,400 مع 27,370 كم توصلنا؟ كم النتيجة؟ من بعد شنو نعمل بحث على المجهولين تلقى مجموعهم والفارق بينهما. لا صحيت يا ناي 4076 دينار احسنت. ثم نعم اكملي يا ميارة ثمن العلف. ستي باش نعملوا البحث على المجهولين تلاقي المجموعين والفرق بينهما. نعم هذه قريناها من سنة خامسة نعرفوها من عملية وخدمنا عليها برشا من أول عام وإحنا نخبوا عليها. إذا كنت أعرف مجموع فريقهما معلوم. المجموع ستي قسمة اثنين مع المجموع مع الفارق. صحي المجموع مع الفارق. لا المجموع إلا الفارق قسمة اثنين أو العكس. المجموع مع الفارق قسمة اثنين، لكن هنا نحن آني نلوج على ثمن العلف. ثمن العلف هو الذي يقل. هو الذي يقل. إذا ثمن العلف مجموعهما إلا سبعة إلا 270 إلا 270 قسمة اثنين إلا 200 واللي هو الفارق أحسنتي قسمة 2 يساوي 1903 دينار. لقد حلت المسألة والمسألة سهلة. رأينا
نستعملوا جيست نعرفوا نتبعوا الرسوم البيانية ونتبع الكلام بالضبط في الوضعية، لازم نتبعوا بالضبط بالضبط. سيد فهي أحسنتم. يلقى سيب باي، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل. باي لحظة، قريتوا السرعة ولا أي ستي قرينا؟ ستي مازلنا باه مرة معدل الزمن. سيدتي آه. أمي تريد أن تكلمك. سلامة مدام ري. عسلامة، مرحبا مدرا، حويلك مدى. بالله أحمد ياسين طوالينا معناتها دو معناتها رواسيونس متسين ستهبطلنا الكوبي نتاع الوحيدات لي زيكزارسيس اللي تخدم فيهم الوضعيات أتيلي شارجي معناتها بي دي اف. أي ما فماش كان بعد دو سيونس أه باش نراجعوا بهم. فهمتك. أي إيش نقول لك، راهي الأمور هذه مش تبعتني أنا، هي تبع الإدارة. كيفاش اني نخدم منهم يعني نخدم منهم الوورد ولا البي دي اف ونبعثه لهم كيما البارح مثلا. البارح بعثته في الليل خاطر على منصه ما فماش تو ما معناتها البريود هذه ندخل اني ما نجمش ندخل نتكلم مدام به نتصل بالاداره معناتها اطول نزيد نشوف لك معاهم اني اما اني راني قاعده نبعث فيهم معناتها كيما هذا مثلا بعثته البارح في الليل اي خاطر احنا متشانسين نخرجهم لويني معاك انت يبدا ام باغاليل يخدم يبدا الورقه قدامه ويخدمها فما مدام لينا نرجع بهم عندك حق ولصق فيهم ديجا كل نهار حد قاعده نكروشي معناتها مع كل اكزرسيس اللي قاعده نتبع فيه هكاك وعملت له الكراسه نتاعو باش كي نلقاهم. ايش نقول لك، هو المرة اللي فاتت كلمني مدي قال لي راه عندي مشكل في الموقع يظهر لي باش الحصه باش تعمل باش تلونسيها معناتها باش تهبطها على الجروب. بعد قال لي ليه راه يمكن عندهم مشكل في الموقع. اي باهي تنكلم اي باهي تنكلم مدام كيما ملكيه اما اكيد تو يعاودوا يهبطوهم. كنت مذكرته ونزيد نفكروا. يعطيك الصحه مدام ريم. احمد صفا ولا ايش رايك فيه؟ ايه لي صفا جوست شويه كيما تعرف شويه خدمه وشويه تركيز توا. ايش نقول لك راهو في المناظره مش يلعبوا على مش يلعبوا لك الجمله مش مفهومه بالكدا. فهمت كيفاش؟ فهمتك. لازم يركز اكثر، لازم يركز في الكلمه بالكدا. اما صفا توا اليوم مثلا خدم لي الوضعيات كل صحاح. فهمت اني الحقيقه اليوم مش بحذاها كعليش حبيت نسالك. جبت توا صفا يعطيك الخير. عايشك مدام، ربي يبارك لك، يعطيك الصحه. عايشك غالي. عايشك السلام عليكم. الى اللقاء سيدتي. الى اللقاء سيدتي. الى اللقاء باهي نلتقي ان شاء الله الاسبوع المقبل.